أسعد الله مساءكم. في النشرة وفي عيد القديس مرمرون البطريرك الراعي يؤكد: نحن أمام عملية إقصاء مبرمجة للموارنة عن الدولة، بدءا من عدم انتخاب رئيس وإقفال القصر الجمهوري والعودة لممارسة حكم الدويكة. ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت يقول إن حزب الله في لبنان أدى دوره الرادع والمؤثر. فرنسا تضع خطة شاملة دبلوماسية أمنية بطلب من الجانبين اللبناني والإسرائيلي وتقليص التصعيد والقتال للوصول إلى تهدئة ومنع الحرب في لبنان، مع التزام من لبنان وإسرائيل. جيش الاحتلال يواصل ارتكابه لمجازر تركزت في وسط وجنوب القطاع. أما البداية فمن قداس عيد شفيع طائفة المارونية، حيث ترأس البطريرك الراعي قداسا احتفاليا في كاتدرائية مارجرجس المارونية في وسط بيروت، وقال في المناسبة: لا أستطيع أن أخفي دمعة القلب بغياب رئيس للبلاد للسنة الثانية، والذي كان يتقدم المصلين في قداس العيد، وبتنا نشك بالنوايا ونرى في تعطيل انتخاب الرئيس خلفيات مشبوهة. للسنة الثانية على التوالي احتفال بعيد شفيع الطائفة المارونية في ظل الفراغ الرئاسي، حيث احتفل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالقداس في كاتدرائية مار جرجس في بيروت في حضور سياسي وأمني ودبلوماسي وشعبي في إطار دعوة عامة وليست دعوة رسمية بسبب الفراغ الرئاسي. بداية رحب رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر بالبطريرك الراعي، الذي أشار خلال قداسه إلى أنه في ظل غياب الرئيس يستباح الدستور ولا من سلطة توقف هذا الواقع الشواذ، متسائلا: هل أصبحنا في دولة نظامها استبدادي يحل محل النظام المعلن في مقدمة الدستور؟ وأضاف: إنقاذ البلاد بحاجة لرئيس يضع حدا لحكومات الوحدة الوطنية الزائفة ويرفض كل سلاح غير شرعي ويتحدى كل من يتطاول على السيادة والاستقلال. ولسنا ندري لماذا لا يدعى المجلس النيابي للانعقاد والقيام بأول واجب عليه أساسي، وهو أن ينتخب رئيساً للجمهورية لكي تنتظم جميع المؤسسات الدستورية. بطنا في هذه الحالة نشك بالنوايا ونرى في تعطيل انتخاب رئيس للبلاد خلفيات مشبوهة غير مقبولة وهي مدانة. أما اليوم فنرانا أمام عملية إقصاء مبرمج للموارنة عن الدولة، بدءا من عدم انتخاب رئيس للجمهورية وإقفال القصر الجمهوري والعودة إلى ممارسة حكم الدويكا بالشكل الواضح للعيان وغير المقبول. وقد تم توزيع ذخائر القديس مارمرون في المناسبة. إذن يحتفل اللبنانيون اليوم بعيد مارمرون في ظل فراغ رئاسي وأزمة معيشية واقتصادية ومالية، على أمل أن تكون الأيام القادمة أكثر إشراقا وأن يتخلص لبنان من أزماته. حسين حجازي، منى العلي، تلفزيون لبنان. عبد اللهيان يعتبر في مؤتمر صحفي من مطار رفيق الحرير الدولي أن تل أبيب لم تحقق أهدافها، وقادة المقاومة في فلسطين ولبنان قاموا بعملهم بكل بصيرة. بعد مضي 4 أشهر من الإبادة الجماعية والاعتداءات الصهيونية ضد غزة و الضفة الغربية، فنحن نشهد بأنه لا تزال تل أبيب لن تحقق أي من أهدافها المعلنة. ما نشهده اليوم فقد تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى وقوة المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة. إن قادة المقاومة في فلسطين ولبنان
سواء في المجال الميداني والعملي وأيضا في المجال السياسي، فقاموا بعملهم بكل بصيرة ودراء. قصف إسرائيلي عنيف اليوم على القرى والبلدات الحدودية، وحزب الله رد بقصف بعض المراكز العسكرية الإسرائيلية. استهدف حزب الله بعد ظهر اليوم موقع زبدين والتجهيزات التجسسية في موقع الرمتة ومحيط موقع المالكية، كما أعلن عن تدمير دبابة ميركافا في موقع البغدادي. جيش الاحتلال كان قد استهدف أطراف كفر تبنيت وكفر شوبة وكفر حمام وشن غارة، فيما استهدفت مسيرة بلدة مارون الراس وبلدة يحمر وقصفت منزلا في مركبة. وإلى ذلك طالت الاستهدافات الإسرائيلية مكتبا لحركة أمل في مارون الراس دون وقوع إصابات، إضافة إلى قصف مكثف على الخيام عيترون والنقورة. وفي الإطار عينه، أشار قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال أوري جوردين إلى أن الاستعدادات مستمرة للهجوم وتوسيع نطاق الحرب، زاعما أن الهدف هو تغيير الوضع الأمني في المنطقة بما يتيح عودة السكان وعيشهم بأمان. وفي وقت سابق كانت أفادت يدعوت أحرانوت الإسرائيلية بأن رؤساء المستوطنات الشمالية الأعضاء في منتدى خط المواجهة سيجتمعون اليوم بقائد المنطقة الشمالية في ظل توجه لتوسيع الحرب على الحدود الشمالية. خطة شاملة دبلوماسية أمنية وضعتها باريس لتقليص التصعيد ومنع الحرب في لبنان حملها وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني. وضعت فرنسا خطة شاملة دبلوماسية أمنية قدمها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني من أجل التوصل خلال مراحل إلى تقليص التصعيد والقتال للوصول إلى تهدئة ومنع الحرب في لبنان مع التزام من الجانبين. بعثة فرنسية أولى مشتركة من الخارجية والدفاع زارت كل من إسرائيل ثم لبنان مع اقتراحات تقنية عملية ترتكز على إجراءات بمراحل يبادر إلى تنفيذها كل من الجانبين الإسرائيلي واللبناني لتقليص الخطر الحقيقي لاحتمال شن حرب إسرائيلية على لبنان. وترتكز الخطة الفرنسية الشاملة على مراحل: المرحلة الأولى من الخطة تلحظ وقف العمليات العسكرية من الجهتين، والمرحلة الثانية تلحظ سحب سلاح حزب الله من جنوب الليطاني وفك كل الخيام وما إلى ذلك، وانسحاب حزب الله 10 كيلومترات مع وقف إسرائيل كل الخروقات، وتتم مراقبة تنفيذ ذلك من لجنة أمريكية فرنسية لبنانية إسرائيلية. وتلحظ المرحلة الثالثة مفاوضات لحل الخلافات على الخط الأزرق عبر لجنة عسكرية أممية إسرائيلية لبنانية، ولكن لا ذكر لمسألة مزارع شبعة. ومن أبرز عناصر الخطة الفرنسية الأساسية سيكون تعزيز وتقوية الجيش اللبناني في إطار حماية سيادة لبنان ونشر الجيش في الجنوب، بما ينبغي معه توفير القدرات للجيش من خلال خطة فرنسية لدعوة أصدقاء لبنان إلى طاولة للبحث في تقديم تمويل للجيش اللبناني يعزز قدراته. بدعوة من المملكة العربية السعودية، اجتماع وزاري تشاوري في الرياض بحث تطورات الحرب الإسرائيلية على القطاع. بحث اجتماع وزاري تشاوري في العاصمة السعودية الرياض المستجدات في قطاع غزة ومحيطه والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر والإمارات والأردن، إلى جانب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأكد الاجتماع التشاوري على ضرورة التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وعبر المجتمعون عن دعمهم لوكالة الأونروا وحثهم لكافة الداعمين لها الاطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين، كما شددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجع فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى رفضهم القاطع لكافة عمليات التهجير القصري. وفي غزة مجازر جديدة في وسط القطاع وجنوبه. في وقت أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى أن طريقة الرد الإسرائيلي في غزة تجاوزت الحد، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر في غزة تتركز في وسط وجنوب القطاع. وأعلنت واشنطن أنها لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح جنوب القطاع، فيما أكد بيان للرئاسة المصرية أن مصر فتحت منذ بداية الحرب في غزة معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي بايدن في تصريحات أن الرئيس المصري لم يكن يرغب في فتح المعبر للسماح بدخول المواد الإنسانية.
فيما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز للجيش بإعداد خطة لسحق حماس في رفح. ميدانيا أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وتعيش غزة اليوم أزمات عديدة وفي مقدمتها عدم توفر الرعاية الصحية والجوع، إذ إن غزة اختلفت عما كانت عليه قبل 4 أشهر، حيث أن نصف أمدنيتها مدمرة ومتضررة ومعظم سكانها أصبحوا بلا مأوى. 300,000 شخص على الأقل في شمال القطاع معرضون للموت جوعا. وفي الضفة الغربية المحتلة، قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان بينهم أسرى محررون خلال اقتحام طول كرم شمال الضفة. من جهة أخرى، أقام أكثر من 20,000 فلسطيني صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية في أكبر عدد منذ بدء الحرب على غزة، حينما شرعت الشرطة الإسرائيلية بفرض قيود على دخول المسجد المبارك. بعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن التطورات في غزة، سلمها السفير السعودي لدى طهران إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وجاءت الرسالة ردا على رسالة سابقة لرئيسي بشأن الأوضاع في غزة. كذلك شملت تهنئة من الملك السعودي وولي عهده للرئيس الإيراني في الذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت اليوم طائرتين مسيرتين غرب دمشق، ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن الطائرتين كانتا في اتجاه أو من اتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل إلى الغرب من العاصمة. وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية في وقت سابق أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق. من هو الساعدي؟ ثاني أقوى شخصية تختالها الولايات المتحدة في العراق. أبو باقر الساعدي، والذي شيع وسط أجواء غضب رسمي وشعبي ومطالبات بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق بأسرع وقت ممكن، هو ثاني أقوى شخصية تغتالها أمريكا في العراق بعد القائد أبو مهدي المهندس بقصف لطائرات مسيرة استهدفت سيارته في منطقة المشتل شرق العاصمة العراقية بغداد بحوالي 3 صواريخ، مما أدى إلى وفاته مع 2 من مساعديه. اسمه الحقيقي وسام محمد صابر الساعدي، وهو من مواليد العام 79، المسؤول عن منظومة الصواريخ بكتائب حزب الله العراقي والطائرات المسيرة، ومسؤول أيضا عن الدعم اللوجستي والعمليات بالخارج وتحديدا في سوريا ونقل الأسلحة. واشنطن أكدت أن الساعدي هو مسؤول التخطيط والتنفيذ ضد القوات الأمريكية، بما في ذلك هجوم استهدف إحدى قواعدها في الأراضي الأردنية، وخلفت العملية 3 قتلى من الجنود الأمريكيين إضافة لعدد من الجرحى، وهو أول هجوم يكبد القوات الأمريكية خسائر بشرية منذ اندلاع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم. البطريرك الراعي كان قد وجه اليوم رسالة الصوم داعيا إلى المصالحة والتقوى والرجوع إلى إخوتنا في حاجاتهم. بدوره قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة وفي ذكرى المبعث النبوي الشريف: نحن مدعوون للتضامن مع أنفسنا ومع أهلنا ومع أهالي الشهداء الذين يستحقون منا الكثير، وسأل: أليس يقتضي الواجب أن نحترم تضحياتهم بدل أن نجيعهم بكلمات تسيء لتضحيات أبنائهم الذين استشهدوا في سبيل الله والوطن ببيانات تفوح منها رائحة الطائفية وأبعد ما تكون عن الوطنية؟ بدوره أيضا هنأ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان المسلمين عموما واللبنانيين خصوصا في ذكرى المبعث النبوي الشريف، وفي رسالة من مسجد الإمام الحسين في برج البراج: نرى أن ما يجري على الجبهة الجنوبية أهم حرب سيادية على الإطلاق. إن المطلوب اليوم من المفترض أن يكون اليوم الموقف موقف أخوي يخدم مصالح لبنان وشعبه لا مصالح تل أبيب، وما تقوم به مقاومتنا الشريفة
إنما هو وظيفة وطنية عليا لكل لبنان بكل طوائفه، وواجب الجميع الأخلاقي والوطني والإنساني ملاقاة المقاومة والمفاخرة بانتصاراتها وتضحياتها فيما يتعلق بالقرار 1701. خليه يسمعوا منيح، اسمعونا منيح. المقاومة خاضت غمار معارك وحروب طيلة نصف قرن، طيلة نصف قرن، لتستعيد أرض لبنان وتحمي سيادته وقراره الوطني، ودفعت في سبيل ذلك أعظم القرابين والتضحيات. ومن هنا لا يمكن لأحد، لا يمكن لأحد مهما على شأنه أن يشترط على المقاومة بخصوص سيادة لبنان. الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التقى في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وتخلل اللقاء مناقشة الأوضاع الدولية والإقليمية، وذلك في حضور السيدة نورة جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي الدكتور حليم بوفخر الدين والسفير اللبناني في روسيا شوقي بونصار. وزارة الخارجية الروسية شددت في بيان على عدم قبول المزيد من التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتورط دول أخرى في المنطقة وخاصة لبنان، وعلى موقف روسيا الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها. وقد شدد المجتمعون على ضرورة قيام اللبنانيين أنفسهم بإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن للقضايا الملحة على جدول الأعمال الوطني دون تدخل خارجي. رحب التيار الوطني الحر في بيان بكلام البطريرك بشار الراعي في عيد مرمرون، إذ وضع الإصبع على جرح الوطن وقال: لطالما نبهنا إلى وجوب عدم السكوت عن المسار الانحرافي لحكومة تصريف الأعمال أو تغطيته، لأنه سيوصل إلى التسلط على موقع رئيس الجمهورية والسطو على صلاحياته بالكامل. وختم: ندعو لاعتماد كلام البطريرك اليوم منطلقا لمرحلة جديدة ركيزتها التفاهم العميق بين المسيحيين بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين سلطة إصلاحية. رئيس القوات سمير جعجع كتب على أكس قائلا: إلى دولة الرئيس نبيه بري، طبعا يحق لك دولة الرئيس وبامتياز أن تدعم مرشحك إلى الرئاسة وتتمسك به، كما يحق لغيرك أن يدعم مرشحا إلى الرئاسة ويتمسك به. إذن ما الجدوى من طاولة حوار فولكلورية إذا كانت كل الحوارات الجانبية والتي امتدت لأكثر من 15 شهرا خلت وما زالت مستمرة لم تبدل في مواقف أي من الفريقين؟ الحل الوحيد دولة الرئيس في هذه الحالة هو في جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى نجاح أحد المرشحين المطروحين. جعجع كان عرض في معراب مع السفير المصري علاء موسى لمستجدات لبنان والمنطقة، ووصف موسى الاجتماع بالطيب والمهم جدا، معربا عن حرصه على لقاء جعجع: لأننا كلجنة خماسية عزمنا القرار على التقاء مختلف القوى السياسية لتبادل الآراء والأفكار بشأن ما يجب القيام به في الفترة المقبلة. وشدد على أن اللجنة الخماسية ملتزمة مساعدة لبنان للانتهاء من الفراغ الرئاسي، ولفت إلى أن ما سمعه من جعجع تأكيدات بأنه سيعمل في الفترة المقبلة على الوصول إلى أمر جيد يساعد على إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن. أحيا سفير إيران في لبنان مجبة أماني وأركان السفارة الذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران باحتفال أقيم في هذه المناسبة في مقر السفارة في بير حسن بحضور شخصيات سياسية ودينية واجتماعية. الشقيق الذي تربطنا به علاقات تاريخيه ومشارك الاخذ قوه والصداقه والمحبه والتعاون والمصالح المشتركه، فاننا واثقون من انه لقادر من خلال شعبه الوالي، جيشه الباسل، وابناء المقاومه البطله
على تقدم والنجاح ومحافظة على انتصاراته الخارجية وسد اعتداءات الكيان الصهيوني الهمجية. بقول الله رايت، وكما كنا على الدباب فإننا نجدد وقوفنا إلى جانبه استعدادنا الطابق لتدمير العلاقات الثنائية. شباط شهر التوعية حول السرطان، فلنساهم في التصدي للخبيث وإنقاذ حياة أطفال أبطال رغم دعم أو عبر دعم مركز سرطان الأطفال في لبنان. تقرير يلقي الضوء. مرحبا، أنا سعد صوالحي، أنا كانسر سيرفايفر. كان عمري 9 سنين لما كان معي كانسر. أكيد طفل بهالعمر ما حيعرف شو يعني كانسر. أمي وبي كانوا عارفين أنا شو معي. من بعدها توجهنا دغري إلى مركز سرطان الأطفال في لبنان، ومن بعد انتقلت لمرحلة العلاج الكيماوي. مرحلة صعبة كثير مرقت علي، ولكن قدرت أتخطيها. هذا بعود لفضل ربنا وكمان إدارة مركز سرطان الأطفال اللي هي كانت حدي ومعي بكل خطوة أنا عم بخطيها. أنا بحب أتشكرهم كثير. القوة من الضعف والأمل من الألم، هذا ما تتعلمه في مركز سرطان الأطفال في لبنان. فعندما تسمع الأبطال يتحدثون عن إمكانية شفاء من خبيث تغلغل في جسدهم بعد كل ما عانوه من مشاعر الخوف والقلق والألم، حينها تشعر بأهمية العمل الإنساني الذي يقوم به مركز سرطان الأطفال في لبنان، وكم هو مهم أن نكون كأفراد في المجتمع إلى جانبه لتقديم الدعم والمساعدة، أو بالأحرى تقديم فرصة للحياة. أنا بحب لكم أنه أنا هلأ تخرجت، وأنا هلأ صرت بالجامعة، وأنا مخلص علاج، وأنا هلأ هدفي الوحيد والأساسي هو أن نكون داعم لكل طفل بعده عم يتعالج من هالمرض الخبيث. أنا وياكم إيد بإيد لازم نوعي هالأطفال على الشيء اللي عم بيمر فيهم، ونقول لهم أنه نحن حدكم ومركز سرطان الأطفال حدكم كمان. شهر شباط شهر التوعية العالمية حول سرطان الأطفال لتعزيز الوعي بأنواع هذا المرض والمخاطر والعواقب التي تواجه الأطفال المصابين وحتى البالغين، حيث يصاب كل سنة نحو 400,000 طفل ومراهق دون سن 20 عاما بالسرطان حول العالم. فنشر التوعية والاهتمام بهؤلاء المرضى واجب على المجتمع والدولة. تذكروا دائما أن مشاركتكم على قدر إمكانياتكم تساهم بإحداث فرق كبير في حياة أطفال أبطال أبرياء. أبنية متصدعة آيلة للسقوط في أي لحظة، والسكان يناشدون بلدية بيروت ترميمها. ندى الحوت. لم تمر ليلة هانئة على معظم قاطني هذا المبنى في شارع عبد الرحمن الحوت في الطريق الجديدة، والقلق يتضاعف مع ازدياد التصدع في المبنى جراء العواصف أو الهزات الأرضية وعدم القدرة على إعادة ترميمه. البناية عمرها شو 40 سنة ومشتكي منها، عم تهرهي البناية، الدرج كلها مفسخة ومن قفا بيتي كلها منا مورقة، يعني مخاف على أولادنا كل ما بننزل بتهرهر هالبناية. يعني بتمنى من يجي حدا أقل شيء بس يشوف هالبناية ويصلح لنا إياه ويورق لنا إياه. ما بيجي حدا، أنتم بدكم تقدموا طلب على البلدية؟ منقدم طلب، مش منا مشكلة، منا هالصعب يعني ننزل نقدم طلب، بس إنه يجي يساعدونا يطلعوا فينا شوي. يعني نقول للسكان البناية هذا ما قادر وهذا ما قادر وهذا ما قادر، كله هلا بهالأيام إنه بكلف. يعني ما بدنا شيء، بس أقل شيء ورونا البناية مشان ما تهبط. على عندي أنا من قفا بيتي عندي العمود قاسم نصه، يعني ما بتعرف أي لحظة لحظة بتوقع البناية. يوم الهزة صدقيني بيتي راح وإجا، أنا قلت خلص هبطت البناية راحت. بس هالمشكلة أن بس يصلحونا سوينا البناية ورونا إياها لا أكثر ولا أقل. ومع أزمات المالكين القدامى ازدادت الأحوال سوءا، وتراجعت عمليات صيانة الأبنية والأبنية الأثرية
في العاصمة بيروت وجميع المناطق اللبنانية. وأكد المهندس سعيد فتحة عضو مجلس بلدية بيروت أن البلدية تقوم بما عليها، ولكن هناك واجبات على المالكين يجب أن تتم. على مالك العقار أن يحرص على سلامة واتزان البناء وأن يقوم بصيانته على الدوام، فبالتالي المسؤولية الأساسية حسب القانون هي على المالك، وعلى المالك عند ظهور أي إشارات تصدع أو وهن في البناء أن يستعين بمهندس إنشائي متخصص للكشف على البناء وأعطاء تقرير إنشائي بوضع البناء والأمور الواجب اتخاذها لتدعيم وترميم هذا المبنى. نحن ما فينا نجد مباشرة نقوم بالتدعيم والترميم قبل توجيه إنذار، وإذا تقاعس المالك ساعة البلدية بيجي دورها، ولكن على نفقة المالك. لا. مثل اللي عم تقولي صح 100%، قوانين الإيجارات المتتالية التي إلى حد ما ظلمت المالكين وما بقى في كان عندهم قدرة أنه يرمموا بنياتهم في ظل الإيجارات المتدنية، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي حجزت أموال المودعين في المصارف كمان ما قادرين يطلعوا أموالهم. اليوم عملتوا مسح كبلدية بيروت، والأبنية التراثية شو وضعها؟ نحن كبلدية بيروت أساسا كنا بدأنا بأعمال المسح والجرد بشكل عام وتوقفت بعد الثورة والكورونا، ولكن أعيد تنشيط هذا الأمر بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث قامت بلدية بيروت بالتعاون مع نقابة المهندسين والجيش اللبناني مشكورا، وتم مسح معظم الأبنية في بيروت مش فقط في المنطقة المتضررة. أي بناء قديش عددهم لهلأ؟ العدد يلي تم مسحه 800 مبنى هن يلي كان فيه هنا من ضمن تراثي يلي كان فيه كتير خطر، يلي هو عددهم لا يتجاوز 100، تم تدعيمهم تدعيم مؤقت وعلى نفقة البلدية يوم اتأخذنا قرار وتم تدعيمهم. ترأس راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار الذبيحة الإلهية في كاتدرائية مارلياس الحي في صيدا لمناسبة عيد شفيع الطائفة القديس مارون في حضور النائب ميشيل موسى وحشد من فعاليات وأبناء الأبرشية. وقال في المناسبة: نحن في لبنان نؤمن بأننا نعيش في مجتمع تعددي، ومن حق الجميع التعبير عن كل أفكاره ورؤية صورة لبنان من خلال تطلعاته، ولكن لا حق لنا بقتل بعضنا البعض كرما لهذه الصورة. انتخابات باكستان، النتائج المبكرة تظهر تقدم حزب نواز شريف. تقدم حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف بشكل طفيف في النتائج المبكرة للانتخابات اليوم، بعد أن تأثر فرز الأصوات بتأخير غير معتاد أرجعته الحكومة إلى تعليق خدمات الهاتف المحمول. وبحلول الساعة 6 بتوقيت غرينتش، أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية نتائج 51 مقعدا من أصل 265 مقعدا تنافس عليها المرشحون في الجمعية الوطنية. وفاز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف ب 17 مقعدا، بينما حصل أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان على 14 مقعدا. وقالت اللجنة أن حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه بيلاوال بوتو زاردار نجل رئيسة الوزراء التي تم اغتيالها بنذير بوتو حصل على 12 مقعدا، أما بقية المقاعد فقد فازت بها أحزاب صغيرة أو مستقلون. بوتين لا يريد توسيعة الحرب الدائرة في أوكرانيا ومستعد للحوار. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة أجراها معه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون وبثت فجر اليوم الجمعة، أن الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، فليفكر فيما يجب فعله بعد ذلك، ونحن مستعدون للحوار. وأضاف أن الناتو قادر على الاعتراف بشكل كاف بسيطرة روسيا على مناطق جديدة، وهناك خيارات إذا كانت هناك رغبة. ولفت إلى أن أوكرانيا قررت رفض المفاوضات مع روسيا بناء على تعليمات من واشنطن، والآن على الولايات المتحدة
الواحدة تصحيح هذا الخطأ، ولفت إلى أنه من غير الوارد أن تغزو القوات الروسية بولندا أو لاتفيا، مشددا على أنه ببساطة ليست لدينا أي مصلحة في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا. وسأل كارلسون الرئيس الروسي: هل بإمكانك أن تتخيل سيناريو ترسل فيه قوات روسية إلى بولندا؟ فأجاب: في حالة واحدة فقط، إذا هاجمت بولندا روسيا. في الرياضة، البطل اللبناني في الباور ليفتنج شرب الحلاق يحقق إنجازا في مصر، واللبناني ربيع السقا يحطم رقما قياسيا. لا زال الشباب اللبناني يحقق الإنجازات في الخارج، وفي هذا الإطار وعلى الصعيد الرياضي ومن جمهورية مصر العربية، حمل اللبنانيان شرب الحلاق وربيع السقا العلم اللبناني مجددا ورفعا اسم وطن الأرز عاليا. فقد احتل البطل العالمي شرب الحلاق المرتبة الأولى في بطولة الورد كاب WPC التي استضافتها هذا العام مصر، وبمشاركة أكثر من 12 دولة، وفاز حلاق بالمركز الأول في الباور ليفتنج وحطم الرقم القياسي العالمي في الديدليفت، وأصبح هذا السكور باسم حلاق عالميا إلى أن يأتي من يحطمه من جديد. وإلى ذلك أيضا فاز اللبناني ربيع السقا برفعة الصدر وسجل رقما قياسيا جديدا، محطما هو أيضا الرقم القياسي العالمي. النشرة انتهت، إلى اللقاء.